طيب، من بداية الأحداث في غزة وفي موقف أمريكي واضح ومعلن، دعم العدوان ودعم دولة الاحتلال على كل المستويات، سياسية، إعلامية، مادية، وبالتأكيد العسكرية، والأخيرها وصول حاملة الطائرات الأمريكية الثانية للبحر المتوسط. خلينا نروح لتداعيات هذا الدعم وخطورته على الأوضاع في غزة. معنا على الهاتف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. بنرحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحية، يعني دور أمريكا في الحرب على غزة من الجانب العسكري، هو تخطى فكرة مجرد أنه حتى أنه دعم موقف إسرائيل، لكن تخطت أنه بالفعل دعم عسكري موجود من الولايات المتحدة الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة؟ أهلا وسهلا بحضراتكم بالسادة المشاهدين. هي لما نتكلم على الدعم الأمريكي لإسرائيل، هو دعم غير محدود من زمان، منذ نشأة إسرائيل. ولما نشوف الوضع الأخير في بالنسبة لغزة، هنلاقي الدعم يتمثل في الآتي. أولا، في قادة أمريكان لديهم خبرات عالية جدا، قادة عسكريين في العمليات، ثم دول ضمن فريق إدارة العمليات في إسرائيل، إضافة للمتابعة العسكرية الدقيقة من أمريكا وتقديم استشارات عسكرية، وده أمر مهم جدا. النقطة الثانية، دعم بمعلومات. في إمكانات استطلاع كبيرة جدا عند أمريكا، ففي دعم بمعلومات. النقطة اللي بعد كده، في جسر جوي، يمكن أكثر من 50 طائرة نقل عسكرية حتى الآن تحمل ذخائر ومعدات عسكرية إلى إسرائيل. دعم غير محدود، وللأسف الشديد المبادئ يمكن تقوم بها أمريكا، العدل والحق والمساواة وحقوق الإنسان، لما في دعم لإسرائيل كل هذه المبادئ بيتم تنحيتها جانبا تماما. بالنسبة لحاملة الطائرات وحاملة الطائرات الأخرى، في اهداف امريكيه ابتدت تبقى في مرمى الجماعات المسلحه في سوريا وفي العراق، في قوات امريكيه منتشره في الدولتين دول، وبالتالي في حاله اتساع الصراع سيتم استهداف هذه الاماكن. وبالفعل حوالي حتى الان في 16 محاوله لضرب المواقع الامريكيه في سوريا وفي العراق. فالحاملتين دول الحقيقه مش لدعم اسرائيل، لا لا، لدعم القوات الامريكيه الموجوده في المنطقه. في مجمل الامر، للاسف الشديد الدعم السياسي العسكري، لما تضيف اليه الدعم السياسي وافشال قرارات في مجلس الامن مرتين، وايضا محاوله بناء تحالفات من دول اوروبيه لدعم اسرائيل، دي بتضيف الى المشكله ابعاد اخرى. يعني يا ريت الدعم العسكري فقط، لكن ايضا الدعم السياسي اللامحدود ومحاوله بناء تحالفات كبيره من دول فاعله ضد القضيه الفلسطينيه وضد الفلسطينيين. اذا سياده اللواء، حضرتك شايف دلوقتي ان دي حرب قدام الولايات المتحده الامريكيه، او من يقوم بالحرب هي الولايات المتحده الامريكيه وليس قوات الاحتلال. صحيح، يعني لما تبص للتغير في تحركات القوات الإسرائيلية مؤخرا، ومحاولات الاجتياح الغير محدود، الاجتياح المحدود، والضرب من عدة اتجاهات ومن البحر، التخطيط ده كان بعيد عن إسرائيل، وإلا كانوا عملوه من الأول. بكرر تاني إن في مستشارين أمريكان عسكريين ضمن فريق إدارة العمليات في إسرائيل، وجنرالات كمان يا فندم شاركوا في عملية تحرير الموصل من داعش. بالظبط كده، بالظبط كده، يعني هم بعتوا لهم من خيرة القادة العسكريين الأمريكان اللي ليهم خبرات كبيره جدا في العراق وفي سوريا. فواقع الامر هو الفصائل المسلحه في غزه هي بتواجه امريكا واسرائيل للاسف، وده برضو بيعمل على اطاله امد الحرب. يعني هو الاسرائيليين الحقيقه يمكن ما فوقوش من الصدمه اللي حصلت حتى الان والتخبط في القرارات العسكريه، واسرائيل بتضرب مدنيين حتى الان، هو الاستهداف لعناصر حتى من حماس او الفصائل محدود، لكن كل ده ضرب مدنيين وهدم منازل. كون ان امريكا تتدخل بهذا الشكل داخل 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 غزه، انا شايف ان مصداقيه امريكا يعني الحقيقه في المنطقه كلها وفي العالم يعني على المحك. سيادة اللواء، طيب يعني برضو لسان حال يعني ناس كتير جدا بيتساءل انه ليه امريكا بتتدخل بهذا القدر
يعني بتتدخل تدخل مادي، يعني لو لقينا انه في مواقف تانية صحيح امريكا ممكن تدعم دول اخرى على سبيل المثال الصراع بين روسيا واوكرانيا، هي بتدعم اوكرانيا بمواقف ممكن تقدم المساعدات، لكن احنا شايفين دلوقتي الدعم الامريكي غير مسبوق. ليه امريكا متواجده بهذا الشكل في هذا الصراع تحديدا؟ صحيح حضرتك يا محب تماما، لما نقارن ما بين الدعم في اوكرانيا وهنا هتلاقينا داخل بصوره مباشره جدا بتخطيط واداره في مكان العمليات نفسه. طبعا لا ننسى اطلاقا ان اسرائيل يعني في سيطره كبيره جدا على اماكن صنع القرار ومراكز صنع القرار في امريكا، وان في هناك لوبي صهيوني ومؤسسه منظمه الاي تي اف ومؤسسات اخرى، وبالتالي الرئيس الامريكي دخل على انتخابات وهم الحقيقه عندهم القدره العاليه جدا. بنتكلم على اسرائيل على التدخل عالي جدا وعمل مشاكل للرئيس لو حال ترشيحه او اي رئيس اخر. النقطه الثانيه هم عندهم تدخل عالي جدا في القرارات في الكونجرس، والنقط دي نقط انا شايف انها حاكمه، وهم قدروا ان هم على مدى زمن طويل جدا ان هم يبقوا مؤثرين في هذه الاماكن الحاكمه في امريكا. النقطه الثانيه السيطره على اماكن اقتصاديه داخل امريكا، وبالتالي ده يترجم لفلوس، يترجم لدعم حملات انتخابيه، يترجم لدعم الاعلام بفلوس، وايضا هم مسيطرين على الاعلام. الثلاث نقط دول انا شايف ان الثلاث نقط حاكمه جدا في اي دوله ان انا اثر عليها طبقا لما اريده. اللي انا عايز برضو اقوله ان هو الاعلام لما بيمتلكوا الاعلام الحقيقه بيصدروا شكل غير حقيقي لما يدور، يعني بيوصف المقاومه بالارهاب، وبيقدر يتلاعب بالصور والافلام ويحجب حاجات ويحط حاجات تانية، وبالتالي ساعات بيكسب الراي العام. يمكن دلوقتي ابتدى يتكسر هذا الموضوع بس مش بالقوه اللي احنا عايزينها. النقط الثلاثه دول انا شايف ان هم بيخلوا امريكا تدعم اسرائيل انا شايف بلا وعي. لكنه زي ما حضرتك قلت بدا بالفعل الراي العام يكتشف هذه الامور يعني واحدة واحدة، وبدأنا نشوف بعض المظاهرات في العديد من الدول. لو هنتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية ففي مظاهرات خرجت رفضا واضح للدعم الأمريكي لقوات الاحتلال، هل من الممكن أن يكون ليه تأثير ولو قليلا على الموقف الأمريكي؟ والله ممكن، يعني أنا فعلا طبعا الإعلام عبر الحدود وابتدت يعني بعض الحاجات توصل من خلال الإنترنت وخلال بعض المحطات الفضائية، فأنا شايف أن ابتدى رجل الشارع في أمريكا وفي أوروبا ولو انه يعني مش بالقدر اللي احنا نتمناه لكن ابتدى، فانا شايف ان يعني دي بارقه امل ان يوصل للحقيقه لرجل الشارع، انا شايف ممكن يتم البناء عليها، وانا شايف ان يا ريت احنا كدرس مستفاد والله من المنطقه العربيه كلها والله حتى والدول كلها المحبه للسلام، بيخلينا يعني برضو يعني الاعلام اللي عبر الحدود نعمل يعني يمكن بعض المحطات الفضائيه اللي تخاطب اوروبا وامريكا بلغتهم او بلغتهم وايضا باسلوبهم. يعني بالفعل يا سيادة اللواء احنا الحقيقه يعني شايفين ده بيحصل في يعني حاليا ده بيحصل، بنحاول ان احنا نوصل حتى رسائل والموقف العربي بمختلف اللغات. نشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بالاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه.